لدينا ما نفعله غدا. طبعا، حالما تعود العيون بأخبار عن البكريين سنواجمهم. أما اكتفيت؟ أما أنا لك أن تقتنع بعدم جدوى هذا السؤال. تعال معي يا ياقوت، تعال معي. إلى أين تأخذني يا امرأ القيس؟ أنا الأوان لتحقيق الأحلام يا ياقوت. أية أحلام؟ أحلامك. ما هو الحلم الذي تعيش عليه منذ عرفناك؟ الذهاب إلى الهند. سأخذك إليها، لدي تجارة إلى الهند، سأصطحبك معي. صحيح، أنت جاد في هذا يا امرأ القيس؟ كل الجد، جهز نفسك. والحرب؟ لقد أنهيت حربي، ما يفعله الزير لم يعد يعنيني. أيعنيك أنت؟ لا، صحيح إنني لست مقاتلا، ولكن أنا مثله. كانت الحرب تعنيني حين كانت ثأرا لكليب، أما الآن فأنا لا أفهمها. جهز نفسك إذن. انظر انظر، من هذا؟ من هذا؟ مرة مرة يا تلك، انظر يا مان، كيف هذا؟ مرة الله في شعبه. أنت؟ نعم أنا، مرة بن ذهل. ما جئت إلا لهذا، أنا أريدك أن تقتلني. وأنا لن ألبي طلبك، سأطيل عمرك لكي أحرق قلبك على من تبقى من أولادك. سأقتلهم أمام عينيك وسأجعلك تبكيهم واحدا واحدا. لماذا؟ ثأر أخي. أخوك قتله جساس، وجساس مات. حتى لو مات 1000 جساس فكليب ما زال قتيلا، ودمه ما زال حارا. وما الذي تريده غير موت جساس؟ قالت لكم اليمامة يوما
إنها تريد أباها حيا، وأنا أريد أخي حيا، وهذا ليس في طاقتنا. ما كان لكم أن تقدموا على ما لا طاقة لكم عليه. وإذا قلت لك إن جساسا حي يرزق. أعرف يا مرة، وهو مختبئ عند خاله المنجد يتلقى العلاج. وما دمت تعرف، لماذا لا تقتله وتريحنا؟ سأجبره على الخروج من وكره. قل له إنه يقدم لي خدمة جليلة وهو مختبئ لكي يطيل ثأري. ألا تعرف كيف تحترم أبا ورجلا عجوزا؟ أنتم قتلتم من كان لي أبا وأخا. سأتابع ثأري منكم حتى أموت، وبعد موتي سيتابع ثأر ابن أخي كليب. أي ابن أخ؟ الجرو. أتظن بأني لا أعرف أن الجليلة ولدت ابنا لكليب؟ وإذا قلت لك إنه قد مات. مات؟ فليمت، سيكفيني الثأر ما دمت أنا حية. أنا سأوقفك عند حدك يا سالم. إنك لا تحسب حسابا لرجل عجوز مثلي. أنا لك أن تدفع ثمن ما تفعله. ياقوت؟ ما بك؟ هل جهزت نفسك للسفر؟ أنا هنا من أجل ذلك. لا تستطيع أن تتصور مدى سعادتي وأنا أحقق لك حلم العمر بعد هذا الزمن الطويل. في الحقيقة أنا هنا كي أعتذر عن الذهاب. لماذا؟ حين صرت وحيدا أحسست بالخوف من الذهاب. تخاف أنت معي يا ياقوت؟ بل أخاف من تحقيق أحلامي. كان الحلم أجمل من السعي لتحقيقه. كلامك غير مفهوم. قلوب الرجال تخاف من تحقيق أحلامها الكبيرة يا امرأة القيس، لأنهم يعتقدون أنهم لا يستحقونها، أو لا يستطيعون الإحاطة بها، أو أنهم يخافون من مواجهة الحياة خاوين من هذه الأحلام التي اعتادوا على ملء حياتهم بها. بماذا؟ بماذا سأحلم بعد الذهاب إلى الهند؟ معك حق. لماذا سيعيش الزير سالم إذا حقق ثأره؟ جارو، أين ذهبت يا جارو؟ قلنا لك ألف مرة اسمه الهجرس وليس الجارو. وما الفارق؟ هذا ابن كلب وذاك ابن ثعلب. نحن لسنا بابن الكلب أو ابن الثعلب، نحن نريد أن يكبر الولد ليصير ابننا وليس ابن أبيه. لن يكون اسمه إلا كما أراده له أبوه. اسمعيني جيدا، هذا سيكبر ويعرف أن أخواله قتلوا أباه، عندها لن يطيق العيش معك. هل تريدين أن تخسريه؟ حدثها يا خال، قل لها إن مصلحة الطفل هي أن يكبر وهو يعرف أنه ابن أخي شاليش، وأن الزير قتل أباه ونحن أعمامه. لن يختلف الأمر كثيرا، أعمامه بدلا من أخواله. وأنا من سأكون بالنسبة له؟ عمته بدلا من أمه. وهجرس ليس بالاسم السيء،